معنا الناشط الإعلامي محمد الإبراهيم الناطق باسم شبكة شام الإخبارية. أهلا ومرحبا بك محمد. إذا التصعيد حياك مستمر، الله. التصعيد مستمر من الجانبين، من قوات النظام ومن الجيش الحر، والاشتباكات دائرة وبشكل مستمر في محيط اللواء 15. نريد تفاصيل عن اللواء 15 وأبرز التطورات لديكم محمد. نعم أخي الكريم، تستمر الاشتباكات في محافظة درعا، حيث شهدت مدينة درعا اشتباكات في حال منشية بدرعا البلد بين الجيش الحر وقوات النظام. مدينة إنخل تشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام على الجبهة الشرقية لمدينة إنخل والمتاخمة للواء 15 الممتد على مساحة كبيرة من الجهة الشرقية لمدينة إنخل، والتي تشهد هذه الجبهة اشتباكات عنيفة نعم، وقصف يومي يقوم به هذا اللواء على مدينة إنخل والقرى المجاورة، مما يضطر الثوار للدفاع عن حدود بلدتهم والاشتباكات وضرب النظام داخل هذا اللواء. بلدة عتمان أيضا تشهد وبشكل مستمر اشتباكات على أطراف بلدة عتمان بين الجيش الحر وقوات النظام التي تحاول اقتحام البلدة. انتقالا إلى مدينة نوا، حيث استهدف الجيش الحر قوات النظام المتمركزة في منطقة رقة خزنة بمدينة نوا بقذائف الهاون. بصرة الشام شهدت اشتباكات متقطعة مع حارس الشبيحة وأوكارهم في الحي الجنوبي. انتقالا إلى وضع القصف اليومي، حيث تعرضت مدينة درعا لقصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على أحياء درعا البلد ومخيم درعا والطريق السد. ريف درعا تعرض لقصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على مدن وبلدات عتمان وانخل وداعل. أود أن تترك لي المجال للتكلم قليلا وعلى تفضل عجالة عن مدينة عتمان، تفضل. حيث تصعد قوات النظام من حملتها العسكرية على بلدة عتمان، حيث شن الطيران الحربي اليوم أكثر من 5 غارات على البلدة وسط قصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية على البلدة. يتزامن القصف العنيف مع محاولات مستمرة لاقتحام البلدة، واستخدم تعزيزات إليها وإصرار على اقتحامها رغم الخسائر التي تكبدتها قوات النظام. والثوار المرابطون في بلدة عتمان يوجهون نداء مؤازر لكل المناطق القريبة منهم لإمدادهم بشكل عاجل بالعتاد والمقاتلين، لأن بلدة عتمان في سقوطها مع نظام سهولة له في الحصار مجددا لمناطق أخرى مجاورة لها، وفي سقوطها ابتعاد عن تحرير منطقة درعا المحطة، لأنها الأقرب من ذلك نعم، هي هذه الجبهة القريبة أيضا من ملعب البانوراما التي هي ثكنة عسكرية ضخمة للنظام وكتيبة المدفعية المجاورة لها. هذا ما كان لدينا من آخر التطورات في محافظة درعا. نعم، محمد الإبراهيم الناطق باسم شبكة شام الإخبارية في درعا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.